انطلقت في مدينة اسطنبول اليوم فعاليات المؤتمر الخامس لرابطة برلمانيون لأجل القدس بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومشاركة 600 برلماني من 75 دولة حول العالم. وقال الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر في كلمته الافتتاحية: نلتقي اليوم لنرسل تحية اعتزاز لإخواننا في الضفة وغزة، ولنقول للفلسطينيين في الملاجئ والخيام والجرحى والثكلى: إنكم لستم وحدكم وجميعنا معكم، وهذا الجهد والتواجد بحضور رئيس الجمهورية التركية من أجلكم، وسنستمر معكم حتى يتم رفع الظلم وتنال فلسطين حريتها. وأشار الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر إلى أن الرابطة تأسست برعاية من تركيا وبرلمانها، وهي اليوم العنوان البرلماني الأبرز في العالم للدفاع عن فلسطين والقدس. ونوه الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر بحضور الشعوب في أكثر دول العالم وانطلاقها في حراك شعبي رائع ينتصر لحق الضحية والقضية. واستهجن الشيخ الأحمر التواطؤ الأمريكي مع الاحتلال الوحشي، وحيى مواقف الدول التي وقفت مع القضية الفلسطينية ودعمت شعبها، وقال إن تركيا في مقدمة هذه الدول من حيث دعم الشعب الفلسطيني في الحرية والسعي الحثيث لوقف حرب الإبادة الظالمة ودعم جهود الإغاثة لإهالي غزة. للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يمثل الحوارية البرلمانية الأضخم عالميا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بعد 7 أكتوبر، وضبول الحرب تقرع على مساحة الإقليم، ونذر توسع هذه الحرب ماثلة أمامنا، خاصة مع تزايد احتماليات قيام دولة الاحتلال بجريمة اقتحام رفح التي تتزايد مؤشراتها يوما بعد يوم، والتي نزح إليها أكثر من 1,000,000 فلسطيني هربا من آلة القتل الإسرائيلية التي لاحقتهم إلى منازلهم وإلى مساكنهم وإلى قراهم وإلى مدنهم في جميع أنحاء غزة. نأتي ونحن نرى الاحتلال يسارع من وتيرة تدنيس المسجد الأقصى ومنع المصلين من ممارسات يعني شعائرهم، والتضييق على المسلمين والتضييق على المسيحيين في جميع مناطق فلسطين لممارسة حريات معتقداتهم بحرية. إنهم يريدون وضع الحجر الأخير في مشروع التهجير، هم وحلفائهم، من خلال استهدافهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وهي الشاهد الأخير على اللجوء وحق العودة، لأنهم اليوم يلوحون بموجة هجرة جديدة للشعب الفلسطيني من الضفة وغزة. أيها الحفل الكريم، نلتقي اليوم لنرسل تحية إكبار واعتزاز وإجلال لإخواننا في فلسطين في غزة وفي الضفة، لنقول لأبناء وبنات ونساء وأطفال فلسطين في الملاجئ، في الخيام، الجرحى، الثكلى، الطفل الذي فقد أبيه وأمه: أنكم لستم وحدكم، أننا جميعا معكم، أن هذا الحفل وهذا الجهد وهذا الحضور الذي توجه رئيس الجمهورية التركية هو من أجلكم يا أبناء غزة، وأننا سنستمر معكم بإذن الله حتى يرفع عنكم الظلم وتنال فلسطين حريتها.